بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بكم في قراءة مبسطة من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس، الرسالة الثانية. بسرعة كده ناخد فكرة عن الرسالة دي. الرسالة دي كتبها القديس بولس لواحد من أحب تلاميذه وابنه الحبيب، وقال عنه كده ابني الحبيب، تلميذه تيموساوس اللي هو كان أقامه أسقف على مدينة أفسس. كتبه وهو في سجنه الثاني الأخير في روما قبل الاستشهاد، كان تقريبا حوالي سنة 67 أو 68 ميلادية. رسالة مملوءة من الحب، مشاعر الأبوة، تشجيع لتلميذه تيموساوس، أب عارف أنه خلاص هيسيب الدنيا والعالم وهينتقل إلى العشرة مع المسيح في السماء، فبيقدم لابنه كل خبراته الروحية في الكرازة والخدمة، ويوصي أنه هو يعيش بوصية ربنا وبالإيمان القويم القوي، ويكمل رسالة الكرازة اللي بدأها بولس الرسول. الهدف من الكتابة أنه نمرة واحد هو يشوف تيموساوس، كان نفسه يشوفه هو ومرقس قبل الاستشهاد، لكنه كان قلقان وخايف أنه ما يلحقش يشوفهم، فابتدى يكتب له الوصايا الوداعية والرعوية عشان يشجعه أنه يحفظ الإيمان من المعلمين الكذبة، وكمان يتلمز آخرين من بعده. وده مبدأ الكنيسة دايما، هي مبدأ التلمذة. حدش بيقف عنده التعليم، حدش بيقف عنده كل حاجة، في جيل بيسلم جيل، حتى احنا بنصلي في القداس نقول كده من جيل الى جيل والى ابد الابدين او الى ظهر الدهور. كمان بيشجعه على احتمال الالم، كنيسة الم تحتمل الامل، الالم بدون تذمر بدون شك، ولقوا كلمة لا تخجل دي او يقولها كذا مرة، ان احنا ما بنخجلش من الالام ولا الضيق ولا الـ الحب او الاعلان بمسيحنا اللي كرزنا بنكرز بيه للعالم كله، لا نخجل بصليبه، الهنا هو الهنا القوي. ثالث حاجة يكلموا عن جهاده هو، ودي حاجة يعني البعض ازاي بولس يقول كده، لا بولس بيقول يا حبيبي انا جهدت الجهاد الحسن، تمثل بيه بقى، يلا تشجع انت كمان، الآن أسكب سكيبا وقت انحلالي، موتي قد حضر، قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، يلا أخيرا قد وضع لي إكليل البر، بس مين اللي هيدهوني؟ الذي يهب لي الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أي إنسان هيعيش بالإيمان وبالجهاد الروحي السليم ويحفظ الإيمان هينال حياة إكليل الحياة الأبدية. دي فكرة سريعة جدا عن رسالة معلمنا بولس إلى تلميذه تيموساوس، الرسالة الثانية. تعالوا مع بعض نشوف الإصحاح الأول من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس. نبتدي بخريطة الإصحاح الأول. عدد واحد وعدد اثنين هو السلام اللي دايما بيقدمه بولس الرسول اللي كتب له الرسالة، فبيقدم سلام بولس لتيموساوس. عدد ثلاثة لعدد سبعة شكر بولس، بيشكر ربنا ومدح بولس، بيمدح تلميذه تيموساوس، وتشجيع بولس بيشجع تلميذه تيموساوس. من عدد 8 لعدد 18 يديله وصايا إيمانية ويشجعه عليها. يلا بينا نبتدي نقرأ الإصحاح بتاعنا. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموساوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. بولس رسول، كعادة قديس بولس الرسول الختم بتاعه على كل بداية رسالة ان هو بولس، بس مرة دي بيقول انا بقى اخر رسالة، فبقول له حبيبي انا رسول يسوع المسيح، مفيش فصال، بس رسول بمشيئة الله، الله هو اللي دعاني وهو اللي ادهني بأمره ان انا اكون في الرسالة الاولى قال كده هو بحسب امر الله مخلصني، المرة دي بيقول بمشيئة الله، يعني دعوته وخدمته كله بحسب ربنا، ولأجل وعد الحياة الابدية اللي هو هيكرز بالحياة الابدية، وان هو في وعد لكل انسان يعيش الايمان دوت بالحياة الابدية. الى تيموساوس الابن الحبيب، زي ما قلنا في المقدمة كده هوت انه بيعتبر تيموساوس ابنه الحبيب. تيموساوس من التلاميذ المقربين والمحبوبين جدا للقديس بولس الرسول، على الرغم من صغر سنه الى قوة ايمانه وحماسه وتشجيعه وشجاعته في الخدمة. نعمة ورحمة وسلام من الله الاب والمسيح يسوع المسيح.
قديس بولس بيضيف الرحمة في التحية لتلاميذه الخدام لأنهم في الحقيقة محتاجين مراحم ربنا. ليه؟ لأنهم هيعانوا في خدمتهم وفي كرازتهم والألام اللي بيقابلوها بسبب أنهم بيكرزوا باسم ربنا يسوع المسيح. قبل كده كان يقول نعمة وسلام، مرة دي يقول نعمة ورحمة وسلام. من عدد 3 لعدد 7 هيشكر ويمدح ويشجع. تعالوا نشوف مع بعض إزاي. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهار. القديس بيشكر ربنا بعد كل المعاناة اللي القديس بولس قابلها وتعرض ليها في خدمته، إلا أنه بيشكر ربنا بضمير طاهر، يعني بقلب نقي. كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. ده يورينا إيه؟ هذا الخادم في صلواته مهتم بالرعية بتاعته، مهتم بالناس. أنا كأب مهتم بأولادي، بذكرهم ليلا ونهارا. أنا كخادم بذكر مخدومين بتوعي ليلا ونهارا. أنا كأب كاهن بذكر أولادي وشعبي ليلا ونهارا أمام الله. بشكر ربنا على النعمة اللي ادهاني إن أنا أكون خادم لي وإن أنا أكون من رعيته، وفي نفس الوقت بذكر أولادي في صلاتي. مشتاقا أن أراك ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح. أنا مشتاق أن أراك لكي أمتلئ فرح. علاقة الأبوة والحب هنا هو الجميلة اللي بين القديس بولس يوريها الابن ويعلنها لي، ودي نقطة مهمة قوي. كل أب، كل خادم، كل كاهن يحتاج أن يعلن ويظهر حبه لأولاده. شوفوا الكلام يا جماعة، مشتاق أن أراك لكي أمتلئ فرح، أنا لما أشوفك هفرح. يا سلام. ويقول له كمان بفتكر الدموع اللي أنت نزلتها لما افترقنا عن بعض. إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، هبتدي بقى يمدحه، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. يعني اشتياقي وفرحي ليك لأني أرى فيك إيمان نقي، أرى فيك إيمان جميل، ومتأكد أن الإيمان النقي ده ساكن فيك. كلمة ساكن دي على فكرة تعبير جميل، ليه تاريخ كده وأصل، ده من أيام مامتك ومن أيام جدتك. وده يا أحبائي يورينا أو يدينا درس لينا كلنا، إزاي أني أنا كأب أوصل وأشبع الإيمان لأولادي وأعلمه لهم، أنا كخادم أوصل الإيمان لأولادي، أنا كابن أعرف كويس قوي أن أنا هيبقى ليا دور أن أولادي اللي هيجوا في المستقبل أوصل لهم الإيمان. وعيني يقول له كده، ومتأكد أن الإيمان النقي دوت اللي ساكن فيك كما كان ساكن في أمك وجدتك هو ساكن فيك. طب اسأل نفسك كده، أنت أخبار إيمانك إيه؟ وهل إيمانك ساكن فيك؟ وهل إيمانك كده هوت هتسلمه زي ما أنت استلمته نقي، ولا هتبتدي تحط حاجات من عندك ممكن تلخبط الدنيا؟ فلهذا السبب أنه ليك إيمان عديم الرياء، ليك إيمان نقي أصيل من جدتك وأمك، فلهذا السبب أذكرك، بفكرك. هنا بولس بقى بيشجعه أن تضرم أيضا، تضرم يعني تشعل أيضا موهبة الله التي فيك بوضعيتي. قديس بولس كان رسمه أسقف عشان يرعى شعبه ويخدمهم بحماس وقوة. شوفوا في أكتر من مكان في الرسالتين الأولى والتانية القديس بولس بيشجع ويحمس القديس تيموساوس على خدمته، وأن هو يكون جريء في الخدمة وما يخافش. أنت كمان وأنا كمان لازم نكون عندنا الجرأة دي في خدمة بيوتنا وفي خدمة الناس اللي احنا بنخدمه، إذا كنا خدام في أي مكان لازم يبقى عندك القوة أنك تتكلم عن ربنا جوه البيت ببساطة وبنقاوة بإيمان وبحب، وتتكلم عن ربنا في خدمتك بقوة عشان الناس تشوف ربنا فيك وتفرح بربنا زي ما بولس كان فرحان بالإيمان اللي موجود جوه القديس بولس الرسول. لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. بص بقى يا تيموساوس، وبص يا حبيبي، وبص يا ابونا، كل واحد فينا ممكن يتعرض وهو بيتكلم الناس تتريق عليك، الناس تقولك أنت تعمل لنا فيها قديس، لكن ربنا لم يعطينا روح الفشل، مش هنفشل، عندنا روح القوة، روح المحبة، روح النصح. يعني أنا عندي ثقة
وقوة من الروح القدس اللي ساكن فيا ان انا اتكلم بمحبة للناس اللي هتعترض او هتحاول تحبطني، محبة للكل، وهيبقى عندي نصح يعني ازاي اخد قرارات سليمة حكيمة واشجع الناس على الحياة مع ربنا. من عدد 8 لعدد 18 هبتدي بقى يديله وصايا ايمانية ويشجعه، فيقول له اول حاجة كده يشجعه يقول له فلا تخجل بشهادة ربنا. إذا ناس حبت تحرجك وتكسفك وتحبطك لا تخجل بشهادة ربنا، ولا بي أنا أسيره. بولس كان مسجون في السجن، فدي حاجة فضيحة. أنت بتعرف ناس مساجين؟ لا، في الحقيقة بولس مسجون من أجل الكرازة بالمسيح، وده شيء فخر. بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة. ركز بقى، اوع تخجل بالكرازة بالانجيل ولا بالمسيح القائم من الاموات. ده مات عشان احنا. ناس تقول لك انت بتؤمنوا باله مصلوب، نحن نؤمن باله قائم. الصلب ده تم عشان يخلصني، عشان يفديني. موسى اعتبر انه عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر، انه يخرج ويطلع شعبه من ارض العبودية ويروح بيهم ارض الموعد ويبقى مع شعب مذلول افضل من هو يبقى ابن فرعون او يبقى ليه. وبالتالي احنا كمان ما بنخجلش ان احنا نبشر بالمسيح. احنا مش بنخجل لا بالبشارة بالمسيح ولا بالالام اللي ممكن اولاد ربنا يتعرضوا لها من اجل الكرازة. يعني كل واحد فينا لازم لا يخجل بمسيحه، بل يبقى عنده روح الكرازة، يحتمل من اجل ربنا وهو فرحان. يكمل بقى في آية 9 يقول كده لا تهجل لي الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. يعني إيه الكلام ده بقى؟ الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة. الله قدم خلاصه للعالم كله، هكذا أحب الله العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. يبقى ربنا قدم لنا الخلاص ودعانا للتمتع. نتمتع بإيه؟ بالإيمان، بالمعمودية، بأن احنا بقينا أولاد الله، بالتبني، لا بمقتضى أعمال. احنا فيش حاجة عملناها عشان نستاهل كده، بل بمقتضى القصد والنعمة. هنفهم يعني إيه القصد والنعمة دي. قصد الله منذ بداية الدهور قبل الأزمنة الأزلية، ترتيب الله منذ الأزل أنه يدينا الخلاص، أنه يجي الله إلهنا ربنا يسوع المسيح في ملء الزمان عشان يخلصنا. نفس الكلام ده قاله لتيموساوس، لا في أعمال بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا. يعني احنا الخلاص نلناه مش بسبب حاجة احنا عملناها نستوجب عليها، ولكن بمقتضى رحمته خلصنا. ده يعني معناه انه اعمالنا ملهاش قيمة؟ لها. اصنعوا لكم اثمار طليق بالتوبة. الخلاص اللي انت نلته دوت في اعمال صالحة نسلك فيها، في اعمال لازم تعملها تبين انك انت ابن ربنا وانك انت بتجاهد جهاد مسيحي حقيقي عشان تحفظ نفسك نقي في الفكر والجسد والروح. وانما اظهرت الان بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، بواسطة الكرازة البشارة. إنما أظهرت قصد ونعمة الله أظهرت بظهور مخلصنا بتجسده بمجيئه الذي أبطل الموت، لم يعد للموت سلطان علينا. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ طب وإيه كمان؟ وأنار الحياة والخلود، زادت معرفتنا للحياة الأبدية، بقى عندنا رجاء في الحياة الأبدية. خلي بالكم بدأت قصة الخلاص وهي في فكر الله وقصد الله منذ الأزل، واستمرت إلى أن ظهر بتجسد ربنا يسوع المسيح حتى مات على الصليب لأجلنا وقام فأنار لنا الحياة الأبدية، وبقينا إحنا لنا نصيب في الحياة الأبدية. الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. بطرس كرز لليهود وبولس كرز للأمم، كارزا ورسولا ومعلما للأمم. فهو كرز لهم إيه؟ كرز لهم بصليب
بمجيء وصليب وقيامة ربنا يسوع المسيح، بخلاص المسيح. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وممكن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. يقول له بقى كده هوت، بما أني كارز لربنا ورسول لربنا ومعلم للأمم، لهذا السبب أحتمل كل الأمور، كل الألام والاضطهادات، وما أخجلش كمان، لأني أنا عارف أنا أمنت بمين. سر القوة أحبائي هو الإيمان بربنا يسوع المسيح. سر قوتك هو إيمانك، ثقتك في إلهك، وممكن متأكد أنه قادر، إلهنا إله قادر أن يحفظ وديعة حياتي كلها. فاكرين المسيح قال إيه على الصليب؟ في يديك استودع روحي. إلى ذلك اليوم، يوم مجيء الرب الثاني، فيقول له بقى إيه يا تيموساوس؟ تمسك، تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. التعليم السليم اللي أنا سلمته لك امسك فيه، التعليم اللي علمته لك حبيبي الكنيسة امسك فيه، التعليم اللي تعلمته في مدارس الأحد من صغرك امسك فيه. خلي بالك، لأن في ناس كتيرة النهاردة بتقدم تعليم مغلوط، تقولك هو ده التعليم الصحيح، في عقيدة وفي إيمان وفي طقس، تعليم كنيسة حقيقية، كنيسة قوية. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. يجي قديس بولس برضو يأكد له كده هو، زي ما هتتمسك بالإيمان السليم والتعليم السليم بدون تغيير، احفظ كمان بقى، احفظ الوديعة دي عاملة زي، عارفين كده هو، لما تحافظ على حاجة في بنك أو في خزنة عشان ما تتغيرش ولا ما تضيعش، هو الإيمان كده. التعليم الصحيح محفوظ في قلوب المؤمنين سليم بالروح القدس، بقوة الروح القدس، ضد الهرطقات، ضد المعلمين الكذبة، ضد الناس الأشرار، كل ده. عدد من أول عدد 15 عدد 18 هيتكلم القديس بولس بقى مع تلميذه تيموساوس عن صورة ناس مع الإيمان وصورة ناس بعدوا عن الإيمان. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جالوس وهرموجانس. واضح أن القديس تيموساوس كان عارفهم وكان ليهم دور في الخدمة، والقديس بيتكلم على أن الناس ديت ارتدوا، يعني بعدوا عن الإيمان، سابوا تعليم السليم، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي. عارفين ان القديس بولس كان اتسجن، واضح انه بيت أنيسيفوروس دوت خدم القديس بولس خدمة بقلبه، ومعنى أونيسيفوروس معناه جالب الراحة، فواضح ان هو حتى بيقول كده هوت اراحني كثيرا. الناس في الحقيقة بتخاف من الاقتراب او انها تقرب من الناس المسجونين، يقول لك هيجيبوا لنا شبهة، هيجيبوا لنا بتاع، عشان حتى ما يتعرضوش لمضايقات. لكن هنا هوت قديس أونيسيفوروس كان بيخدم القديس بولس، واضح ان هو اهتم بيه وهو في سجنه الاول، بل لما كان في روميا طلبني باوفر اجتهاد فوجدني. يعني واضح ان القديس أونيسيفوروس دوت مش بس خدمه، ده دور عليه باجتهاد وتعب عشان يخدمه. قديس بولس اتسجن اكتر من مرة، مرتين في روما الاولى اتحط في بيت وتحط عليه، يعني فيه ما يبقى ممنوع انك تخرج من البيت دوت، قعد فيه سنتين بس تسمح له انه اصدقائه او اصحابه يزوروه، كان ساعتها واضح ان أونيسيفوروس كان بيخدمه، والتاني كان في احد السجون اللي في روما. ليعطيه الرب ان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، وكل ما كان يخدم في افسس انت تعرفه جيدا. حقيقة انه الآية دي اغلب المفسرين شايفين انه القديس أونيسيفوروس كان انتقل، ليعطيه الرب ان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم، يعني ينال اكليل على تعبه وخدمته في ذلك اليوم اللي هو يوم مجيء الرب. الانسان اللي بيخدم رجل الله كأنه بيخدم الله نفسه، وده اللي قاله ربنا يسوع، الذي يكرمكم يكرمني. فقديس أونيسيفوروس خدم قديس بولس بتعب وكد، في الحقيقة أنه ربنا قديس بولس بيطلب أنه هو ربنا يخدمه.
عشان كده الكنيسة بتصلي من أجل الذين انتقلوا، تستشهد بالآية دي قوي. والقديس أغسطينوس نفسه بيقول كده هوت: تقام القداسات من أجل المؤمنين المنتقلين، فإن كانوا صالحين تدعى شكرا. يعني إذا كان اللي انتقلوا دولت ناس كويسين يبقى القداسات دي قداسات شكر من أجلهم، وإن كانوا أشرارا فلا تنفعهم ولكنها تكون تعزية للأحباء. إذا دول ناس أشرار اللي انتقلوا، فبالتالي ربنا هيدي تعزية لأهليهم. ربنا يدينا إن احنا نتمسك بصورة الإيمان الصحيح، نكون أقوياء، ما نخجلش من الكرازة باسم ربنا، ما نخجلش بإيماننا بربنا يسوع المسيح، وفي نفس الوقت نخدم كل إنسان بقوة وبإيمان وبفرح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.